إيه؟ وأولاهما هي التوبة، الندم. والندم يتفرع منه عبادة تسمى المرابطة، المرابطة. والمرابطة على ستة منازل، المنزلة الأولى وهي المشارطة، والثانية زيد وبعدين بعد مشيت المجاهد وقبل بعد المحاسبة المراقبة، أخوي ما حفظتهاش، المشارطة، ثانيا المحاسبة، ثالثا ثانيا المراقبة، ثالثا المحاسبة، رابعا المعاقبة، وخامسا المجاهدة. نحن الآن نتحدث عن المجاهدة، فتحدثنا في المجاهدة على مجاهدة اللسان، ثم مجاهدة الطعام، ثم مجاهدة مجاهدة المنام، قلة النوم، القيام، قيام الليل. ووصلنا في آخر درس بعد أن تعرفنا على فوائد قيام الليل، فوائد صحية، فوائد روحية، فوائد إيمانية، فوائد فكرية، فوائد اجتماعية، فوائد دنيوية، وفوائد أخروية. طرحنا السؤال في آخر الحلقة، إذن كيف يمكن للإنسان أن يقوم الليل؟ بماذا يمكن أن يستعين الإنسان المسلم ليسر الله عليه قيام الليل؟ فقيام الليل هو مكرمة وفضل وخير، وهل يعطى الإنسان الخير والمكرمة بلا مجهود؟ لا يمكن. كل من أراد المعالي وأراد الدرجات العلى وأراد الخير فعليه أن يشمر على ساعد الجد، أن يعمل، أن يكد، أن يجتهد، لأن الحياة لا تعطي للكسالى، الحياة لا تعطي للكسالى. فمن طال نومه حشر يوم القيامة فقيرا معدما، لأن النوم أكل جل حياته، كان الأولى أن يملاها بالخيرات فإذا به يضيعها بالنوم الطويل، فيروح إلى ربك فقيرا معدما. إذن فما هي هذه الوسائل المستعان بها حتى ييسر الله عليك هذا الخير؟ أولا، واسمي أولا، حاجة الأولى واسمي، أن تعرف فضل قيام الليل. دائما الحاجة الأولى وهي علم، أن تعرف. وكل ما قلناه في الدروس السابقة هو حديث عن فوائد قيام الليل، حتى أستحثك، لأنك إذا لم تعرف قدر الشيء جهلت قدره، لربما مررت عليه وتركته. هنالك من لا يعرف قيمة الذهب فيمر على الذهب وهو لا يعرف قيمته فيطعه بقدميه ولا يلتفت إليه، لأنه لو كان يعرف قدر قيمة الذهب لأخذه. فالإنسان الذي لا يعرف قيمة قيام الليل لا يمكن له أن يبحث عن هذا الخير، هو لا يعرف قيمته. ولذلك ففي كل عمل في ديننا إلا ويحتاج أولا لمعرفته والعلم به، فإن جهلك الشيء يضيع عليك خيرا كثيرا. ألم يقل إن الجاهل عدو نفسه؟ الجاهل عدو نفسه لأنه لا يعرف ما ينفعه، فلربما صنع الجاهل بنفسه ما لا يصنعه العدو به. عدوك لا يصنع بك كما يصنع الجهل بك، فخطر الجهل عليك أشد من خطر العدو عليك، لأن عدوك إذا تمكن منك قصارى ما يفعله بك أن يقتلك، هذا قصارى ما يمكن أن يفعله العدو إذا تمكن أن يقتلك وتذهب إلى ربك شهيدا. أما الجهل فإنه يرديك والعياذ بالله في جهنم، يفوت عليك خيرات كثيرة ويسقطك في الحرام وفي تضييع الأوقات أو صرف الأوقات في اللعب واللهو والآهات،
وبذلك تروح إلى ربك وقد ملأت عمرك عياذا بالله بالمعاصي. ألا ترى أن الجهل هنا أشد من العدو؟ لأن الجهل يؤدي بك عياذا بالله إلى فوات خير كثير وإلى سوء العاقبة يوم القيامة أعاذنا الله وإياه. فلا بد من معرفة إذن فضل قيام الليل، ورح نتكلم عليه، هذه تكلمنا. ثانيا، لابد إذا أردت أن تستعين على قيام الليل أن تعرف فضل خلوتك بربك. الله، فالملك لا يصطفي لجلسته إلا أقرب الناس إليه. الملك إذا أراد أن يصمر، الملك إذا أراد الملك أن يصمر، من هم جلاسه؟ من هم جلاسه؟ هم أقرب الناس إليه. ومن هو الذي يختاره لكي يجالسه لوحده؟ هو أقرب 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 الناس إليه، اللي يكون صاحبه 100%. يقول الله يخليك، هل لي ما عندي خدمة، أنا أريد أن أصمر معك، نجدد إن شاء الله تعالى الحديث عن أيامنا الخالية، أنا أريد أن أختلي بك لوحدك. ولا تسأل عن السرور والفرح الذي يخامر قلب هذا العبد الذي اختاره الملك فآثره على كل الناس ليجالسه لوحده دون الناس. هذا من الملك ولا ماشي صاحب؟ وكذلك يفعل الصاحب مع كل صاحب صدق في صحبته معه، هذا غير بنادم. فكيف بالملك سبحانه؟ مجالسته والخلوة به في الليل. الله، يا لروعة المشهد، يا للكرامة، يا للرفعة، يا للعز. العز أن تستدعى من قبل الملك. سيد ربي مش يستدعك صيفت لك كونفوكاسيون، لا، سيد ربي مننزل لك القرآن وكيقول لك تتجافى جنوبهم من المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ذيك الوقيتة، ذيك الوقيتة راه استدعاك حينما قال لك وتهجد به نافلة في الليل، هناك قد استدعاك. فإذا كنت تعرف قدر الخلوة بالله ومناجاة الله فإنك لا تختار مجالسة الله فقط، وإنما تتحرق شوقا لإسدال الظلام على الكون. فكان بعض الناس يقولون والله لأنا أشد شوقا إلى الليل من النهار، لأن النهار يتحرك الإنسان في الأرض ويلتقي مع الناس، واللقاء مع الناس يزيدك وحشة على وحشة، فأنا أنتظر بفارغ من الصبر أن يسدل الليل ظلامه على الكون، لأنه الوقت الذي ألتقي فيه وأخلو بربي سبحانه. الله، يحب الليل، علاش يحب الليل؟ لكي يخلو بربه ويناجي ربه. الله، فهي خلوة، وما أعظمها من خلوة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث وقبل أن يؤيد بالوحي لقد أراد أن يترك ضجيج مكة، وخرج إلى أعلى قمة جبل النور ودخل في غار حراء، فيظل لوحده مختليا بربه الليالي ذوات العدد يناجي الله ويتفكر في صنع الله. هذه الخلوة ضرورية يا أخي، الخلوة مع الله ضروري. علاش؟ لكي تخرق الحجاب الذي بينك وبين ربك، لكي تستشعر قرب الله منك، لكي تبث الشكوى إلى ربك، لكي تستمد من الله العون يعينك بالإيمان والمدد وأنت تواجه مشاكل الحياة. أنت عندك مشاكل بزاف في النهار، ما صرتش الخدمة، أبغيت تتزوج، ما عندكش كذا، فأنت تحتاج إلى مدد، إلى عون حتى تجابه مشاكل الحياة. فليس هنالك وسيلة تعينك على الصبر وعلى مكابدة الأيام وعلى مجابهة الصعاب إلا تلك الساعة حينما تخلو بربك وتبث إليه الشكوى وتستعين به وتأخذ منه المدد، لأن الخلوة بالليل مع الله
تجعلك تقترب من ربك كثيرا، فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو في جوف الليل، لأن أبواب الله تكون فارغة، أبواب الله في الليل تكون فارغة، فادخل على ربك من أي باب شئت، لأن الناس يغطون في نوم عميق، وأحباب الله الذين يوثرون الخلوة بالله اشتاقوا وتشوقوا إلى الظلمة للاختلاء بالله، للخلوة به. الله. ثالثا، هذا الشيخ في المعرفة، أن تعرف أيضا أن الخلوة بالله ومناجاته ترقق القلب وتدمع العين وتشف الروح، وأنت بذلك إذا وصلت إلى أن تدمع عيناك فاعلم أنك مشمول بكرامة الله التي أخبرنا فيها الصادق المصدوق صلوا عليه أن أيما عبد اختلى بربه فذكر ربه خاليا ففاضت عيناه فهو في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله، أي من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. رجل اختلى بربه في الليل حيث لا يراه أحد ثم ذكر الله وناجى الله وقام بين يدي الله فترقق القلب وفاضت عيناه من خشية الله حينما يذكر وقوفه بين يدي ربه فيخشع فتلين القلوب وتتحرك الجلود وتدمع العيون، العيون تدمع. فمن أسباب شقاوة العبد جمود العين، كان رسوله يقول نعوذ بك رب من عين لا تدمع ومن قلب لا يخشع، هكذا. فأنت إذا علمت أن من ثمرات الخلوة بالله ومناجاته ترقيق القلب ودمعة العين بحيث تفوز بهذا الفضل، أن تصير في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله تزداد شوقا لهذه الساعة في الليل. ما مرضية، ما مرضية. الله. ثم إذا علمت أيضا أن من أعظم أسباب الإخلاص هو أن تصلي لله وحدك حيث لا يراك أحد، فإن أفضل ساعة يقوم فيها العبد بمناجاة الله لا يراه أحد هو في الليل. ولذلك فإن البعد عن الرياء والبعد عن السمعة يجعل المؤمن يستر عمله، يستر صدقته حتى لا تعلم الشمال ما تنفق اليمين، ويستر صلاته، ففضل صلاة الليل على صلاة النهار كفضل صدقة السر على صدقة العلانية. قلناها لكم ذيك المرة، لكم عقلي. فضل صلاة الليل على صلاة النهار كفضل صدقة السر على صدقة العلانية. فمن أراد أن يدرب نفسه على الإخلاص لله عليه أن يختلي بالله ويصلي بالليل حيث لا يراه أحد، وهنالك يمكنك أن تطيل في القراءة ما تشاء فلن يعلق عليك أحد، وإذا أردت أن تطيل الركوع لن يعيبك أحد، وإذا أردت أن تطيل السجود بين يدي ربك وتتلذذ بدعائه وأنت بين يديه لن يعيبك أحد، لأنك لوحدك مع ربك. واحد السيد كان هكذا في النهار يصلي، ودخل سيدنا رسول الله يدير هكذا ويقرأ متخشع ويطول. قالوا يا رسول الله انظر إلى فلان كيف يحسن الصلاة، انظر إليه. أقول له روح قل له يستر راسه، إذا كنت مع الناس صل الصلاة العادية لله فلا تضف إليها طولا لرؤية الناس إليك، لكن إذا أردت أن تطيل فأطيل الصلاة حيث لا يراك أحد. مجمع خفف، ففيهم المريض وفيهم صاحب الحاجة وفيهم وفيهم، فعليك أن تتجوز. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أدخل إلى الصلاة وفي نية أم أطيلها،
لكنني إذا دخلت في الصلاة وسمعت بكاء الصغي تجوزت وخففت في صلاتي لعلمي شدة وجد الأم على ولدها وهي تصلي. قلبها ما يرتاحش من تكون تصلي معاك وانت تطول ولدها يزقي. فرحمة النبي ظهرت حتى وهو بين يدي ربه. وهل هنالك عبد يحب لقاء الله في الصلاة كرسول الله ومع ذلك مع الجماعة يراعي هذا التوازن فيجعل وهو شديد الحب لربه وشديد الشوق لمناجاته ومع ذلك ذلك لا يؤثر عليه إذا سمع بكاء الطفل فيتجوز ويخفف لعلمه لشدة حزن ووجد قلب أمه عليه. قلن كان يقوم حتى تتفطر قدما حتى تشفق من حاله أمنا عائشة فتقول له أكل ذلك يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيقول أولا أكون عبدا شكورا يصلي الليل كاملا بآية واحدة لأنه اختلى بربه اختلى بربه. إذا أردت الصدق مع الله وأردت إخلاص العبادة لله فاختل بربك وصل بالليل حيث لا يراك أحد. أطل ما شئت أن تطيل وأطل القراءة ما شئت أن تطيل وأطل الركوع ما شئت أن تطيل وأطل الدعاء وألح في الدعاء وألحف في الدعاء ما شئت أن تطيل وأطل السجود ما شئت أن تطيل فهي لحظة لقاء الحبيب مع الحبيب. الله. ولذلك رأى أحد مريدي الإمام الجنيد رآه بعد مماته في الرؤيا فقال له يا إمام كيف فعل بك ربك كيف استقبلك ربك؟ قال لا كاد عرشي أن يهد لولا ركعتين صليتهما في الليل لربي لم يراني أحد. قال له العلم؟ قال له ما شاف لي في لفحين. إيوة. والعبادة؟ ما شاف لي في عبادة. الدعوة؟ ما شاف لي. واسم اللي سلكني؟ ركعتان كنت أركعهما في الليل لم يراني أحد. الإخلاص. تعلم الإخلاص يا وليدي. تعلم الإخلاص. تعلم الإخلاص راه ربي يشوف فيك. تمرن على الإخلاص. الله. فهذا إذن يعينك على قيام الليل لأن الإخلاص هو سر الأعمال وبها يقبل الله العبادة. فإذا لم تكن تتدرب عليه لتحصل عليه ألست كنت ممن لا يعرف ترتيب أولوياته؟ إن من أولى أولويات العبد في تعامله مع الله أن يكون مخلصا لله في كل أعماله وحركاته وأفعاله. فإذا ضيع الإخلاص ضاع كل العمل. ألا تدري مدرسة تربية النفس على الإخلاص ما هي؟ الخلوة بالله في الليل ومناجاته في الليل وإطالة الركوع له في الليل والسجود له في الليل. هناك يمن الله عليك بتقوية جهاز المراقبة في قلبك. كتصمي لرب قريب منك. الله. لا إله إلا الله. هذه الرابعة. والخامسة كيف تستعين على قيام الليل؟ الله 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 الله. إذا كانت مسألة قيام الليل نعمة ينعم الله بها على عباده المصطفين الأخيار فإن نعم الله إنما تستمر وتسترسل بشكر العبد عليها. ربي 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 ربي. لأن كفرانك بالنعمة قمن أن يسلب منك النعمة فقيد النعمة بالشكر. الله الله. كيف الزعم اسمك تقولنا نصب تقول إذا أردت أن يصطفيك الله لأحبابه الذين يناجونه في الليل إياك أن تعصي الله في النهار لأن الله لا يستدعي أن يلقى عبدا كان يحاربه في النهار.
الملك غادي يلغي واحد السيد اللي ما ينفذش القرارات نتاعو ويقول له روح انت يا النهار كامل وانت يا كدير غير ضد الملك وانت بغيت يلغالك في الليل ويجلس معاك كيفاش يمكن؟ سمعت ولا ما سمعتش؟ من أراد أن يمن الله عليه بالتيسير في قيام الليل فعليه أن لا يعصي الله في النهار. سأل رجل إماما من أئمة المسلمين قال أنا الآن حرمت من نعمة قيام الليل فماذا أصنع؟ قال يا عبد الله إنما حرمت من نعمة قيام الليل بسبب عصيانك له في النهار، فلو أنك كنت تطيعه في النهار لاصطفاك، لأن كان السيليكسيون، كان الامتحانات والاختبارات، ماشي كل واحد يلغالو الملك يعطي الجائزة في الليل. أصحاب الجوائز هم أناس نجحوا في مهامهم، وأعظم جائزة هو أن يستدعيك الملك لكي يجالسك ويناجيك في الليل لوحدك. هذا لا يمكن أن يعطى لكل الخلائق، رعدنا 1,600,000,000 مسلم يا أخي، ولكن الذين يقومون الليل ويحظون بمجالسة الملك والاختلاء به في الليل هم قلة قليلة قليلة. ففي الحديث ينادى يوم القيامة فليقم الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع، قال فيقوم فئام قليل فيدخلون الجنة بغير حساب. الله كل شيء هالشيء اللي من هذا يدخلوا الجنة بغير حساب، غير هكذا غادي يكونوا بزاف يكونوا قلال. ولذلك اسمع، إن نعمة اصطفاء الله لك ليقربك إليه في الليل هي نعمة، وما أدراك ما هذه النعمة؟ نعمة عظيمة فتستوجب الشكر. ومن شكر الله على النعمة ألا تعصيه في النهار، فإنك إن عصيته في النهار كنت كافرا لنعمة الله جاحدا لها، وأنا ذاك يشطب الله اسمك من لائحة من يفوزون بالخلوة به في الليل. اقلعوا اقلعوا، يظل يكذب، يظل يهضر في الناس، يظل يسرق، يظل يغش في السوق، يظل كذا، وبغى يكون عنده هذا كيدير له كيدير له كيدير له، يظل يعصي سيد ربي، وفي التالي بغى يكون ان شاء الله تبارك وتعالى من جلساء الملك. ماذا تريد يا اخي؟ لا حول ولا قوة الا بالله، لا يمكن لا يمكن. وشكر الله تعالى على اية نعمة هو تقييد لها، هو تقييد وهو استمرار لها. فكيف تشكر الله على هذه النعمة؟ تشكره بأنواع الشكر الثلاثة المعروفة، أن تشكر الله تعالى بالجنان بالقلب. ما معنى أن تعلم أن الذي اصطفاك لهذا هو الله، ولا منة لك ولا فضل في كونك تقوم الليل. ياك ما تبقى تشوف تقول أنا الحمد لله النهار قمت الليل وتصبع على الناس تقول لهم يا واش هذه ليلة قمت هاول مشيت تعرف شيء ولا تبارك الله، تعرف انا هذه الليله راني كاع ما نعس، واش ما كنت تدير؟ راني كنت بايت قائم لله وراني بكيت خير ربي، جيت ديرنا الاشهار شنو تقول؟ شكون هو اللي اكرمك وقربك؟ والله كيف تنسب النعمه لنفسك وكيف تتباهى بشيء لا دخل لك فيه انت اصلا؟ اقلع ذاتك، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. أتزاحم الله على باب فضله؟ فضله هو وتزاحمه في فضله؟ شاكد فيش انت، سوء الأدب، ومن أساء الأدب مع الملك طرده طرده. انت لو كنت سيء الأدب غير مع باك، لو كنت مأدب معه وتشوف لبين ولده دائما مزيان معه، إلى واحد نهار الولد قال له بعطيني شي حاجة يعطيها له، ولكن النهار كامل هو يعصيه الغلو ما يصيبوش امره ما يمشيش ينهاه يدير العكس، ويجي واحد النهار يقول له الله يخليك اباني بغيت نشري واحده كيقول له ذوك الموبيلات اللي تعرفوا تعجبكم ذيك الصيمه كيقول لها طيماكس شري الطيماكس صيفطوا الطيماكس، لانه واش انت تعصي؟ فعليك ان تعلم بقلبك علم اليقين انك ان وفقت
فإن ثمة موفق وموفق وموفق له، أما الموفق فهو الله، وأما الموثق فهو أنت، لا دخل لك. والموثق له خلوتك بربك وفتح الله لك لكي تناجي، أذن لك أن تناجي. ما هذا ديال القلب. والشكر الثاني اللسان، أن لا يفطر لسانك بحمد الله وشكره على أن وفقك. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنا، الحمد لله الذي لم يجعلنا أمثال أولئك الذين لا ينامون. يو فرهم فرهم، هناك من يحيي الليل في حضرة الملك يناجيه، وهنالك من يميت الليل في حضرة الصناديق الليلية مع النساء يشدها بالخصر على صخب الموسيقى. الله يهتك الأعراف للغليل للغليل، هذا يتشوق لليل باش يتلاقى مع الملك، وهذا يتشوق لليل باش يمشي يعصي الله. يا الليالي يا ستار يا واسم، راك عارف كل بيت على مرهم بلع. يا الله كان شي شباب كيجي الليل يفتح الانترنت يمشي المواقع ويبقى الشاط. ارسل الي اخ رساله مؤثره طويله عبر البريد الالكتروني، وقال لي حينما سمحتك تتكلم في آخر كلمة وجهتها عن الحب، وقلت شو جواب، وقلت بأن كثيرا من بناتنا يسقطون في حبال الحب الغادر بسبب كلمات معسولة يقولها الشباب، إنما ذلك يكون بسبب فقدانهم للحب في أهليهم، فلو أنهم وجدوا الحضن حضن أمهم وأبيهم والكلمة الطيبة والقبلة الحانية من الوالدين لما احتاجت فتاتنا أن تبحث عن حضن حرام. قال لك واسمع الآن أنا أقول لك وأنا شاب عندي 23 سنة، وقول لي واسمه غادي ندير، وأنا غادي نقول لك واسمه يدير، يعني يقول هلو ذلك في الدرس كرسالة طويلة. قال لك قمت في الليل، أصحاب الليل هذا دائما صحاب الليل، صحاب الليل، قمت بدخول غرف الدردشة فوجدت نفسي أدردش مع فتاة في السعودية، ما نكلمش على المنطقة، في السعودية، هي أخت لثمانية من البنات عمرها 23 سنة وأنا عمري 23 سنة، وشاء الله أن تحدث الصدفة تدرس في نفس القسم الذي أدرس فيه في الجامعة وندرسان جميعا نفس المادة، فدخلنا ندردش فاش في هذه المواضيع العلمية ولا نتحدث بالصوت والصورة، إنما بدأنا فقط كتابة. وقالت لي وهي متدينة أنا الآن ارتكبت إثما، لأننا هنا في السعودية نحن محافظون جدا، فلو علم أبي ما أفعل لقتلني وذبحني. قلت لها إذا كان هذا يعني غادي يشكل خطر نوقف هالشيء، لكنها مع استمرار ذلك كانت تحدثه حتى قبلت بعد ذلك أن يدخل إلى يبقى يتكلموني شيئا في المواقع انتح، فصارت تشكو أباها إليه وتقول إن أبي لا يعرف الرحمة ولا يعرف كلمة حب، ويريد أن يطلق أمي لأنها أنجبت ثمانية من البنات وليس لها إلا ولد، وأنا الآن أعيش نارا تكاد تحرق قلبي لأنها حامل وتريد أن تقتل جنينها مخافة أن يكون الذي يتحرك في أحشائها بنت. شو الجن قال وهي تبكي وفي هستيريا.
استري. قال فماذا كنت أصنع؟ كنت أصبرها وأقول لها إن هذا العمل حرام، قتل النفس حرام، وعليك أن تقوم بواجبك نحو أمك حتى لا ترتكب هذه الحماقة. فلازلت معها حتى وفقت بإذن الله تعالى أن ندرأ هذه المفسدة العظيمة، وبعد ذلك قطعت. لكن أصادف أنها تبحث وتبكي وتقول الآن أنا لا أستطيع أن أستغني عنك أبدا، وإذا أردت أن تتركني سأنتحر لا محالة، ماذا أصنع؟ شفت الغريبة؟ ما الله كيف غادي ندير لك أصحاب الليل؟ هذا أصحاب الليل كل هو اسمه راه يدير في الليل، كاين اللي راه يخون البيض، كاين حنا كنا يخونوا البيض في الليل، في البادية يخونوا البيض. واحد السيد مشى للبطاطا، جنين تاع البطاطا، خون البطاطا في الليل، وملي خون البطاطا في الليل مشى عند مالي البطاطا، فات عليه مع الصباح وقال لهم السلام عليكم، قال لهم راكم تقولوا انا اللي خونت البطاطا، راني بيت نعس الهيل، يعني جاي يفضح راسه. شكون قال لك انت خونت؟ قال جا العفريت جا خول في الليل والصباح جعني بالسلام عليكم، عندكم تقولوا لي خونت لكم البطاطا؟ بعد واش هما سقساو كاع ارواح لنا؟ شكون يعرف اللي خون البطاطا؟ فضح راسه، حسن خير في صدره. ولذلك اقول لهذا الاخ ماذا تصنع؟ انت لا تستطيع ان تتزوجها لان التقاليد والاعراف لا تسمح، انت لا تستطيع ان تلتقي بها لان حتى القوانين لا تسمح. السعودي ما كانش زوجها الغير السعودي، صايب الحال نقولها لك نيشان. فلماذا خطوات الشيطان تتبعها؟ يقول الله لا تتبع خطوات الشيطان، يأخذك خطوة خطوة. كان ينصحك ويقول لك ارحم هذه الفتاة، انصحها، افعل كذا افعل كذا، أن يدخل عليك من باب الخير. وها أنت الآن تجد نفسك في ورطة، من مخرج الأمس لك تستغيث، كيف أفعل؟ هي تقول إن لم إن تركتني. قالت له واخا ما نقدروش نتزوجوا، خصنا نبقاو هكذا، نبقاو هكذا الى الابد، هذا جنون، هذا حمق، هذا عبث. قال لك ولكن انا اخشى ان تركتها ان تفعل في نفسها ما تهدد به، فاكون انا متحملا جريمه ما سيقع لها. يا لطيف يا لطيف، انا اقول لك هذا الامر ليس فيه عاطفه، اغلق باب الشيطان وعد الى ربك وتب، وبلغها هذه الكلمة التي أقولها حينما يأتيك جوابي، قل لها اتق الله وأغلقي أنت أيضا هذا الباب، فإن نار جهنم أشد وأنت، فلن يطفئ نار هذه المحبة التي حدثت بينكم على حين غرة وعلى فلتة وفي غفلة، لن يطفئ حرها إلا حر النار. فقاوض وقارن بين حر هذا الذي تستطيع إن شاء الله أن تتجاوزه مع مرور الأيام، صافي أربع أيام خمس أيام ست أيام شهر شهرين ثلاث شهور تولي له المسائل عادية. أما تبقوا زايدين هكذا محروق وهو إلى متى يا أخي؟ فرك وغادي، أنتم تسوقان أنفسكما إلى النار، ماشي هذا النار تحت الحب، نار جهنم وغدين ترى العقل. أغلق ثم قل لا أغلقي وتوبى إلى الله، أنتما الاثنان بزوج، أنتما بزوج مذنبان مذنبان، ما تقصد الزعقارني غادي ننتحر ولا ومن أنتم تحر. أتضيفين إلى الجريمة الصغيرة التي اقترفتيها جريمة أكبر وهي مسألة التفكير، غير مجرد التفكير في الانتحار، أليس هذه جريمة عظيمة؟ إن الدم لا يمحى بالدم، وإن الخبيث لا يمحو الخبيث، إنما يمحو الخبيث الذي وقعتما فيه الطيب، وهو التوبة إلى الله والمبادرة لطلب الصفح والعفو من الله وإغلاق هذه الصفحة إلى الأبد إلى الأبد. إذن فشكر الله على النعمة بالقلب أي معرفة المنعم هو الذي تفضل عليك سبحانه، باللسان أن تحمد الله تعالى على أنك في الطريق،
وأن تحمد الله تعالى على هذا الفضل، ثم بعد ذلك الشكر بالجوارح، وهي أن تعفي جوارحك من المعاصي كما قلنا، وتستعملهما في طاعة الله. فإن فعلت هذه الثلاثة إن شاء الله ستحتفظ لنفسك بمكانة عند ربك، تكون دائما على رأس اللائحة التي يستدعيها الله كل ليلة لمناجاته. الله، عقلت عليها؟ تعرف الفضل من الله، ويلهج لسانك بحمد الله، والجوارح الدرزوج أن تمنعها من المعاصي وأن تسخرها في الطاعات. لا إله إلا الله، هذا يعينك على قيام الليل. رابعا أو خامسا أو سادسا، ياك سادسا الوسيلة الخامسة ولا السادسة، أنا ما ليش عقل، المهم دير الوسيلة الخامسة. الوسيلة الخامسة التي تستعين بها بعد فضل الله تعالى ليسر الله عليك القيام، وهي أن تصاحب هذا الصنف من الشباب. يا ربي يا ربي، كاينين ولا ما كاينينش على الوقت؟ كاينين اللي كيقوموا الليل، كاينين واش كاين ولا ما كاين؟ كاين في كل وقت، كاين في كل وقت. أن تبحث عنهم وأن تصاحبهم، ما من الصحب، أن تتعاون معهم على هذا العمل. الله، كنا بكري نوضوا بعضنا بعض الفجر، كنا بكري نقوموا الليل جماعات، ماشي باش نبقاو دائما احنا مقايمين الليل، لا، ولكن باش ندربوا على قيام الليل. كان الناس يتدربون على قيام الليل، يعين بعضهم بعضا، يذكر بعضهم بعضا، يستعين بعضهم ببعض على هذا العمل. كنا نقوم بما يسمى بدورات إيمانية. الدورات الإيمانية يكون فيها في النهار دروس وندوات ومحاضرات، في الليل واسمه قيام الليل. نجلسوا 10 أيام 7 أيام مغلق الباب علينا، ما ندخلوا ما نخرجوا ما والو. في الثمانينات والتسعينات كنا نقيم دورات علمية وإيمانية، علمية في النهار، واسمه يكون تكون محاضرات ندوات حول مواضيع معينة، وفي الليل واسمه قيام الليل. وكن كنت أنسى فلن أنسى قيام الليل الذي كنا نقوم به نحن جماعة من الشباب في الليل، سبحانك يا ربي، ونختار أحسننا ترتيلا للقرآن، فنعيش ليالي أقسم بالله ما عشنا مثلها بعدها أبدا أبدا أبدا. الشباب طار قاع ماشي مزوجين، 24 عام 25 عام، مخير فينا مخير فينا، كان 27 28، اليوم الحمد لله كل شيء كبار وكل واحد في الراه وفي الوالي. سبحانك يا ربي سبحانك. دورات تدريبية على قيام الليل، سبحانك الله. راهم يديروا اليوم الشباب نتاعنا، اليوم يجتمعوا على من يجتمعوا على من؟ انا يجتمعوا اليوم الشباب نتاع اليوم على من؟ عبدة الشياطين، عبدة الشياطين كيجتمعوا عليها في الليل. قال لي واحد عبد المؤمن التلميذ، قال لي حضرت معاهم في واحد الفيلا ديال عبدة الشياطين، الشباب بنات وولاد كيقراو، شو القيم تاعهم تاع الليل كيداير؟ ياتون في الليل بنات بلباس وبتلك واسمه الصوره المخيفه، والولاد عاودك ويجيو ويطلقوا الموسيقى الصاخبه ويذبحوا شي مش ويلطخوا يديهم بالدماء، فيدخلون بعد ذلك فيما يسمى بتحضير الشيطان، موسيقى والتعاطي للمخدر. أنا قلت لك قلت خلينا نشوف اش هادشي هذا، من بعد غادي يقول لي واش داك تما الدخان الكيف. وفي التالي دخلوا عياذا بالله فيما يسمى بالزنا واللواط، بنات ولاد ولاد مع ولاد ولاد. قال لك فلم أصبر ففتحت النافذة وهم متخشعون بين يدي ربهم إبليس، فقفزت من النافذة وفررت منه.
قال لك ما كنتش عارف. هذو الشباب ديالنا حنا سي ها الليل كيداير ها قيام الليل ها قيام الليل كلها وكيفاش يقوم الليل ديالو. لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذن من جملة الأسباب هي أن تتعاون مع الشباب الصالح وتتدرب على قيام الليل التدريب. سادسا إذا كنت ممن لم يسعفه الحظ في وجود أمثال هؤلاء فكنت غريبا واستصعبت الأمر واحتجت إلى من يعينك فإن الله تعالى جعل من بعض خلقه بعد موتهم حجة ينهضون الحال بعد الموت كما يميت الحال بعض الأحياء. بعض الأحياء يميتون الحال فيك ولكن بعضهم وهم موتى ينهضون حالك. إذا وقفت على قبر الإمام مالك تتعظ أكثر من سماعك لموعظة إمام وهو حي. أتدرون لماذا؟ لقوة صدقه مع ربه. ولذلك فعليك إن لم تحظى بوجود هذه الفئة من الشباب التي تستعين بها على التدرب لقيام الليل فعليك بقراءة سيرة السلف الصالح في قيام الليل فستبكي وسترى كم هم هناك وكم أن همتهم هناك وأنت هناك. هو سحيقة. أتريد أن تكون من أصحاب مالك في الجنة رفيق الإمام مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد ومجاهد الأمة وأنت عياذا بالله على هذه الحالة؟ لا تكن مغرورا. اقرأ سيرتهم لكي تدرك كم هم هناك ولم يحوزوا ذلك الشرف إلا لأن سيرتهم كانت سيرة رجال مقبلون على الله بالليل والنهار. فاقرأ سيرتهم قرأ السيرة نتاعهم. كان السيد منين يقرأ السيرة نتاع الصحابة ما يبغيش ينوض يقول له نوض من تما فراك مالك ما راكش تسمع. يقول لهم إني أجالس أقواما ينهضون حالي خير لي من مجالسة أقوام زين يدفعوني للغفلة. أقوام حيين نجلس معهم نزيد غفلة على غفلة. هذا يهدر لك على الدنيا هذا يهدر في الناس هذا كذا. أش دير بهذه الجلسة هذه؟ خلوني نجلس مع ناس ميتين 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 ولكن قراءة أحوالهم تنزل بها الرحمات. إذا ذكرت صحابي غير صحابي تتنزل الرحمات بذكر شؤون الرحمة. إذا أردت أن تذكر الله فاذكر عمر. قالوا من ذكر عمر ذكر الله. قالوا كيف؟ قال لأنك إذا ذكرت عمر ذكرت العدل والعدل هو الله. إذا ذكرت عمر ذكرت العدل والله هو الحكم العدل. كان شي ناس تقرأ عليهم عينك يدمعوا والرحمة تنزل السكينة. أي صحابي كذكر إلا وتنزل السكينة. هذا من بركات صدقهم هذا من بركات. لا زال الناس ينتفعون بهم بعد موتهم. أي واحد أي واحد أي واحد اقرأ مثلا عن قيام الليل لعمر. كان عمر إذا جن الليل قبض على لحيته وكان له أنين يقول ويحك يا عمر إن لم يغفر لك ربك إن نمت بالنهار ضيعت حق الخلق وإن نمت بالليل ضيعت حق الخالق فمتى أنام ومتى ينام عمر. فيقوم الليل حتى يصبح. يا رب يا رب يا رب يا رب. وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه يقوم الليل يقرأ القرآن بأكمله في ركعة واحدة ويقول لو صفت قلوبنا ما شبعنا من القرآن.
وايما يما فيه نزل قوله تعالى: أمن هو قانت ناناء الليل قائما وساجد ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، قالوا نزلت في عثمان. يظل قائما وقانتا الليل كله يصلي بالقرآن في ركعة واحدة ويقول: لو صفت قلوبنا ما شبعنا من القرآن. الله. مر ذات مرة رسول الله على بيت ابن مسعود فسمعه قائما يرتل القرآن قائما بين يدي ربه، فلما أصبح قال له رسول الله صلوا عليه: مررت البارحة يا ابن مسعود على بيتك فسمعتك تصلي وترتل القرآن، ووقفت مسمرا أستمع إليك، فلقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فقال له ابن مسعود: لو علمت أنك واقف تستمعني لحبرته لك تحبيرا، أي لزدت في تجميل الصوت وتحسينه أكثر لو كنت أعلم أنك وقفت تستمع لي في الليل. مر الرسول الأكرم على بيت في الليل بعد العشاء الآخرة فسمع امرأة تصلي في الليل في جوف الليل في ظلمة الليل البهيم، وقالت وهي تقرأ: هل أتاك حديث الغاشية؟ فسمعها النبي وقال يرد عليها وهي لا تعلم: أتاني، نعم أتاني حديث الغاشية، نعم. فصار النبي يبكي، هي تقرأ في الليل بينها وبين ربي، قرأت الفاتحة والنبي يسمع من الجد يقول: هل أتاك حديث الغاشية؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم أتاني حديث الغاشية، نعم. فبدأ النبي يبكي وانصرف وهو يبكي، تذكر وذكرته امرأة قائمة بالليل حديث حينما يغشى العذاب الناس يوم القيامة، يغشاهم العذاب. الله الله الله. قال النبي الأكرم صلوا عليه لعبد الله بن عمر: عبد الله بن عمر رجل صالح لو كان يقوم الليل، رجل صالح لو كان يقوم الليل، فما ترك قيام الليل أبدا. وعبد الله بن عمرو بن العاص زوجه عمرو بامرأة جميلة، لكنها في أيامها الأولى ابتذلت، فدخل عليه عمرو بن العاص يزوره فوجد زوجته ولم يجد ولده، قال لها: كيف ولدي معك؟ كيف عبد الله؟ قالت: عبد الله لا رغبة له في الدنيا، قائم بالليل صائم بالنهار. أو يا ابن عمي، واش تعرفوا في ليلة العرس اللي كيستناوها الشباب كيدخلوا لها سكرانين؟ احنا عندنا ليلة العرس اللي يدخل لها الشاب سكران، تعرف ذيك الليلة كيقومها هو والزوجة ديالو. تزوج سلمان الفارسي بامرأة فدخل عليها فتوضأ وصلى بها الليلة بأكملها، غدالي دخل عليها فتوضأ فصلى الليلة بأكملها، في الثالثة توضأ وصلى الليلة بأكملها، حتى الليلة الرابعة. أو يا رب يا رب يا رب. دخل علي على فاطمة الزهراء سيدة نساء أهل الجنة، أمنا فاطمة، أمنا، الله، خصنا نقول أمنا، احنا براسكم انتم، احنا أمنا، احنا ولاد الحسنة نقولوها اليوم، خلاص. الله. دخل عليها فصليا، فلما سلم قامت تصلي لوحدها، قال لها: هذه ليلتنا يا فاطمة،
قالت ولذلك أردت أن أشكر الله على أن جمعني بك. إيوا خصنا نشكر الله على هذه النعمة، نزيدو نصليو يا أمي. أنت إحنا منين يدخلوا على نساهم كيدير؟ ربي 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 أفي الساعة بكري بكري هاش ما عدتم ولي بكري كنت واليوم ما كان لا في الساعة لا والو. أتحملوا مازال ما دارش العرس، حامله ومازال ما دارش العرس. كتبوا لي في كتبوا لي في في الموقع نتاعي، قالت لي وحده قل لي بربك انا في حيره. انا كنجاوبهم الان يعني نجاوبهم هكذا، وربما انت تقلع لهم ويديروا الجواب نتاع يعني هذا يعني السؤال نتاع الاخ. قلت لك الان انا يا عمري 23 سنه، خطبني احد الاخوه الصالحين، هذا الصالحين صالحين، ودار الكاغط، والكاغط هذا يبيح لنا ان نختلي وبعد الخلوه كذا، ثم فعل ما فعل واستحل من زوجته ما يستحل الزوج من زوجته، والمشكل هو أن بطن انتفخ. ونحن من عاداتنا وعادة قبيلتنا أنه لا يمكن أبدا أن يظهر أثر الحمل على الفتاة المتزوجة قبل الوليمة. السؤال تحوى اسمه، هل يجوز لي أنا وزوجي أن نقتل الجنين باش نستر الفضيحه؟ شتو باش بغاو يبدوا له؟ شتو باش بغاو يبدوا يعني الزواج؟ ياكو حلال هاش، ما درتوش الوليمه وياكو حلال، عندكم الكاغط وعندكم. ما الذي يدفعكم لفعل هذا؟ جيب خمسه نتاع الناس ودير واحد الكاس تاع لاتاي وديروا الشوت والسلام عليكم اللي يدخل عليها والسلام عليكم. لا يا نما وبا، لو كان يشوفوا هكذا ولو كان يكسبوا الخبر غادي يقتلوني ولا كذا. هذا الجهل، هذا الجهل. إلا مشيتوا قتلتوا الوليدات راكو بديتوا الزواج نتاعكم بواحد المصيبة عظيمة، ما نعرف واش غادي يدير لكم سيدي ربي. فلا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. أنتم ما تبديوا الزواج نتاعكم بالقتيلة؟ والله يا ابن عمي شي سؤالات كيجوني، والله العلي العظيم الى بنادم الى يحير 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 يحير. ولذلك الشاب اللي قبضني نهار الثلاثاء في الجامعه قال لي الله يرحم والديك انا راني عندي الكاغط وعندي كذا وعندي كذا وراني يعني انا في خدام وهي راها انا في الجامعه واحبها وتحبني ودرنا الكاغط وكذا وكذا، والان يعني واش يمكن لي ندخل عليها وكذا. انا اللي قلت للزوجه ديالي كي درنا الكاغط يمكن انا يكون بحال العلاقه ديالي متزوج مع زوجته. فقالت له لا. واش ما يقولش الشرع؟ قلت له اسمع يا ولدي، اسمع يا ولدي، درتو الكاغط هي زوجتك وانت زوجها، يجوز لك ان تخلو بها ويجوز لك ان تصيب منها ما يصيب الزوج زوجته، حلال عليك، لكن بشرط. قال اسمع ان تقبل هي، فاذا رفضت شاب الزوجه نتاعك شاب، لانها تستطيع ان تشترط عليك الوليمه والشهود على الدخله. يقول لك اسيدي انا زوجتك ما قلعتلكش، ولكن باش تدخل ادير لي وليمس او ليم ولو بشات. قلت له باز هذه المره تاعك خليها على هاش. الله، احترم فيها هذا، فهذا شيء طيب وشيء مبارك وشيء مطلوب. فلو ان كل النساء يتعاملن بهذه الطريقه الحذره اللي فيها احتياط لكان افضل وافضل. اذا واسمر احنا نعلم راح نهضر علام علام ان تقرأوا سيرة هؤلاء، فاذا قرأت سيرة هؤلاء وعرفت كيف كانوا يقومون الليل لتحركت فيك نوازع الخير والشوق الى القيام. كان اويس القرني اذا جن الليل ركع فقال هذه ليلة الركوع، أركع أركع حتى الصباح، وفي اليوم الموالي يسجد سجدة ويقول هذه ليلة السجود. وكان الإمام مسروق
يقوم الليل ويطيل السجود حتى تقف زوجته على رأسه تبكي، فتسقط الدموع الحارة إشفاقا من زوجها على وجنتيه ورأسه، فيرفع رأسه فيجدها تبكي على رأسه، يقول: ما لك يا أمة الله؟ قالت: كأني وأنا أنظر إليك متأوها باكيا ساجدا بين يدي ربك الليل كله، أقول: كأن النار لم تخلق إلا لك، ارحم نفسك يا زوجي، ارحم نفسك وأعطي لنفسك بعض الراحة في الليل، هكذا دأبك وحياتك كلها. فيقول لها: يا ابنة العم، والله لا عملن، ووالله لا عملن، ووالله لا أقومن الليل ما حييت، فإذا مت ولقيت ربي فوجدت ما أرجوه من سعة رحمته، أقول ذلك بفضل الله ورحمته، وإذا وجدت الأخرى قلت: عملت ولم ينفعني عملي. ما ندمش، ما ندمش، نخدم. الله أكبر. أنا أوجهكم إلى قراءة سيرة الصحابة رضي الله عنهم، وإلى قراءة كتاب صفوة الصفوة، لتقفوا على جهابذة الأمة الذين نصر الله بهم الدين. كيف كانوا في الليل؟ قال علي: هم في الليل رهبان وفي النهار فرسان. كان صلاح الدين الأيوبي يخرج بالليل ويمر على خيام المجاهدين قبل أن تنشب معركة الحسم في القدس، فإذا مر على خيمة فوجد أهلها قائمين يصلون بالليل يقول: الحمد لله، من هنا يأتي النصر. وإذا مر على خيمة فرأى أن أهلها يغطون في نوم عميق قال: ويحنا، من هنا تأتي الهزيمة، من هؤلاء تأتي الهزيمة. اقرأوا صفوة الصفوة لتقفوا على معادن الرجال اللي يبغوا سيد ربي ينصر على أيديهم الدين. ياك ما ربي سبحانه عز وجل ينصر الدين على يد من يشاء غير اللي رشقتلو. اللهم تعطي العربون، لن ينصر الله الدين إلا على يد من يكون أهلا لنصرة الدين. ينصر الدين على يد شي وحدين اللي ما عارفينش ربي، والصلاح تصلى تجيهم ثقيلة، حتى الفريضة تجيهم ثقيلة ثقيلة، حتى الصلاة كان اللي ما يصليش الفريضة في الوقت ويستنى يقول لك ربي انصرنا. يا أخي أنت حتى الوقت ما تصليش، الفجر ما تصليش، مع الفجر ما نصيبوكش، حتى في الفجر ما نصيبوكش. كيف يمكن لأمة انقطعت صلتها بالله أن تنصر؟ قطعت صلتها بالله ولم تعد تصلي، حتى عمود الدين ما دارتوش، حتى الصلاة كيف يا أخي؟ كيف اللي ينصر الله بهم الدين يكونون أهلا لذلك؟ إذن فعليك أن تقرأ هذا لكي تعرف أن هؤلاء لم يؤتوا كل هذا الفضل هكذا، وإنما آتاهم الله الفضل لأنهم أرادوا الفضل وجدوا في طلب الفضل واجتهدوا في طلب الفضل، فأعطاهم الله على قدر صدقهم وإقبالهم على ربهم. فبقدر إقبالك على ربك يعطيك ربك. دير مية خط على هالكلمة اللي غادي نقولها لك. شوف، بقدر إقبالك على ربك يعطيك ربك، دير عليها مية سطر. الله يرحم والديك. ياك راه حنا كنديروا هاد الدروس تربوية، هاد نتاع الجامع ياك دروس غير تربوية، رانا خصصناها للدروس التربوية. نعاود لك هالكلمة: يعطيك ربك بقدر ما تقبل عليه. فإن كان إقبالك على ربك كبيرا كانت العطية على قدرها، وإن كان إقبالك على ربك قليلا كانت العطية بقدرها، وإن كنت معرضا أعرض الله عنك. أنت ما بغيتوش وبغيت يبغيك. من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من الملأ الذي يذكرني فيه. من جاءني يمشي أتيته هرولة. الله،
سابعا من الأسباب التي تعينك إن شاء الله على قيام الليل زيد وهي القيلولة. شو هي القيلولة؟ أن تستعين على قيام الليل بأخذ قسط من الراحة وإعطاء الجسد قدرا من الراحة تعينه على أن يتفرغ للقيام بالليل، وهي ساعة بعد صلاة الظهر بعد الظهيرة حينما تخلعون ثيابكم من بعد الظهيرة تنامون. تعرف واحد دراسة داروا على القيلولة؟ قيلولة ده واحد المنافع عجيبة، فقد قال الرسول صلى الله عليه قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. قيلولة قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. ما معنى قيلوا؟ نعسوا مور الظهور، كي تاكل صلي وتتغدى أضربها بنعسة غمض طرد لك المجاج والمخ وتريحك. قال لك علاش؟ فإن الشياطين لا تقيل. معنى الشياطين لا تقيل، الشياطين يديروا القيلولة ولا ما يديروا؟ الشيطان يجي القيل أما يريح لليل ولا نهار محروق لله، ما يريح لليل ولا نهار. منين حتى الليل ما يناس؟ علاش ما قالناش النبي صلى الله عليه وسلم ناسوا في الليل راه الشيطان ما يناس؟ علاش قالنا غير في القيلولة؟ هو الشيطان ما يناس لا في النهار ولا في الليل، ولكن علاش خص بالقيلولة؟ علاش؟ لأن القيلولة في الوقيتة تاع القيلولة يجتهد كثيرا. شكون اللي يسلك منه؟ اللي ينعس في ذلك الوقيتة. لذلك المشاكل الكبيرة كتوقع بعد نص النهار، الخونة الكبيرة بعد نص النهار، الجريمة الكبيرة بعد نص النهار، لأن في ذلك الوقيتة تاع الشمس من تكون في وسط السماء كتوقع واحد التغيرات في البدن يحتاج فيها الإنسان واحد يقولوا روبوزي، يحتاج فيها إلى واحد الراحة، قسم من الراحة يغمض فيها عينيه، فيفوت الفرصة على إبليس. قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. إذن فأنت تخالف منهاج الشيطان، وأنت تستن بسنة النبي، وأنت تستعين بتلك الراحة على أن تقوم الليل. وأخيرا وليس آخرا تاسعا من أعظم ما تستعين به، باش نبلعوا هذا الملف اليوم إن شاء الله باش المرة الجاية ندخلوا الملف الجديد. تاسعا من أعظم ما تستعين به على قيام الليل، زيد شكون يعرف نعطي 25 دورو، يلا شكون يعرف نعطي 25 دورو، وهي الاستعانة بالله بالدعاء، أن تدعو الله تعالى أن ييسر لك قيام الليل. فالدعاء مخ العبادة، دائما انت تدعي يا ربي اعطيني، يا ربي لو كان واحد 100 مليون، يا ربي امرأة صالحة، زي تقول يا ربي وفقني باش نكون من ذوك الناس الذي تصطفيهم ان شاء الله لكي يناجوك بالليل، اجعلني ان شاء الله ممن تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ما تدعيش ها؟ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. حتى قال تعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. إمام للمتقين، إمام في الليل، باش دي الإمامة أنت للمتقين، الإمامة ترتبط بالصلاة، إمامة المتقين ترتبط بالصلاة، فكيف يمكن أن تكون إماما ناجحا، إماما مرتلا للقرآن، إماما واعيا حافظا
تستعين بذلك على قيام الليل. فأنت تدعو أعني على قيام الليل، يسر لي قيام الليل، دعاء. والدعاء مطلوب في كل شيء ولكل شيء. فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه يسألون الله تعالى حتى ملح العجين في السجود، ملح العجين، يسألون الله كل شيء ملح العجين. فالإنسان يعيش مضطرا بين يدي ربه، مظهرا فقره وفاقته وحاجته، فعليك أن تظهر حاجتك. انت ملي تبغي تقضي شي صلاة عند شي واحد كتمشي وتطلب وتعاود تطلب، أسيدي أسيدي أعطيني، الله يرحم والديك خصني، الله يدير لك كذا، الله يرحم لك الوالدين، أعطيني. هذا ربي عنده كل شيء. أفلا يستأهل الله الكريم الذي يملك مفاتيح خزائن السماوات والأرض أن تتذلل له، أن تلحف في الطلب، أن تلح في الدعاء، أن تكثر المسألة؟ فالله تعالى يغضب إذا لم تدعوه، إذا ما تدعش يغضب صدر. والبشر والعباد يغضبون إذا سألتهم. هذا الفرق ما بين الخالق والمخلوق والمعبود والعبد. المعبود يغضب إذا تركت مسألته، ويفرح ويرضى إن كنت مش تسأل، ملح في السؤال. يحب العبد الملحاح، يطرق الباب دائما. والعكس نتاع العبد، يغضب مباشرة إذا كررت السؤال مرتين، ولكن يصبر معك إلى درتهم ثلاثة، صحيح ما بقاش يقول له المرة الأولى أعطيني بسم الله، ضرب تورنا ولا أعطيني، تولي تسأل معي. يجي المرة الثانية يقول أعطيني، أقول له روح أصاب ندمنا قاع اللي أعطينا لك، ما صعب ندمنا قاع ولا تربح النهار اللي عرفناك فيه وزدت. لا ما أضربكش بشير كذا، إلا بقى عاد غير في له. هذا بنادم داير هكذا، بنادم يبغي، بنادم ضعيف يبغي. ولذلك فإن كان قيام الليل شعار الصالحين وفيه كل هذا الخير، فأولى للمؤمن أن يجتهد في الدعاء في كل لحظة، أن ييسر الله له هذا الفضل. هذه مجموعة من الأسباب والوسائل ذكرتها تباعا ليجتهد الناس في قضية القيام. واخا أنا قلت قاع حد شوف شحال وأنا نتكلم عن القيامة، زعما غادي نبداو نقوموا الليل إن شاء الله، زعما غادي نبداو اليوم يقول لي، يقول لي واش غادي نبداو الليل، واش بصح غادي نبداو نقوموا الليل، الله أعلم. إذا واش خصنا نقول نوليو للدعاء، يا رب وفقنا واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. السؤال الثاني، إذا كنا إن شاء الله نريد القيام وندعو الله، ما هو أدنى شحال أدنى ديال شحال أدنى ديال زوج ركعات بزاف، إيه قيام الليل بزوج ركعات. حسب لكم أنني غادي نبقى نقول لكم ديروا كما يدير ويس القرنيو الليلة كاملة ركعة، زوج فوقاش مباشرة بعد صلاة لك، ماشي اللي في الجامعة، خلينا ندير الجامعة. كان اللي صلينا الشفع والوتر ويمشي يتفرج الخيمينة، يعني كيمشي مع أولاد يقول لك أنا بعدين نكمل هنا، هنا نضرب الوتر، هنا نبلع الصلاة، نمشي للتلفزيون إن شاء الله. أبقى قلب مهند مع نور مع لاميس وتفرج مع راسك، صافي كمل هو باللع. يوم اللي بلعت كملت الصلاة رحت تنعس، إلا ما تديرش شي خير مور العشاء رحت تنعس. لا ولا كمل هنا، وفين مشى ليه؟ مشى يقوم قيام أخر، قيام قلب في القنوات، قلب في القنوات، قلب. والأخر فين يمشي؟ للشاط، صلى الوتر المؤمن وراه يدير الشاط، راه يدير الشاط معنا. روح يا ولدي، روح يا ولدي. فأنت
تسأل الله تعالى زيد وتقوم الليل ولو بركعتين. ركعتين في الليل، ركعتين تكفيان. كان رسول الله صلى الله عليه كما في حديث عائشة يحافظ على 11 ركعة في كل ليل، يصلي في الليل مثنى مثنى. تقول عائشة كان رسول الله يصلي شحال؟ 11 ركعة. يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن، فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3 يوتر ب3 ولا تسل عن حسنهن وعن طولهن. ولا يصلي زوج 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 11 نبي صلاة، انت دير غير زوج ودير بوحدة. ماشي نقول لك يعني انت دير، انت انا كنقول ذاك السيد اللي قاع والو ما عنده عزيمة قاع يصلي زوج، مر العشاء منين يمشي يروح يكون غادي ينعس يختم مور التلفزيون ومور كذا، مور ذاك التلفزيون ذاك الختاش اللي شافوه، شاف التلفزيون شاف كذا ينوض يدير واحد زوج ركيعات شحال فيهم، يقرا قول هو الله احد وقول اعوذ برب الفلق، حافظينها ولا ما حافظينهاش؟ الى حتى هذه ما حافظينهاش اروحوا ندفنوا بعضنا بعض الضرب، والله ما يشقاش كاع نحضر هذا الدرس. اذا قول هو وقول اعوذ بالفلق ما تقدرش تصلي ركعتين، قول هو وقول اعوذ اروح اخويا صلي علينا الجنازه وحنا حيين، دير الله اكبر ديرونا هنايا ويجي يصلي علينا شي واحد شي يتطوع كي يكمل علينا الصلاه نولي حتى حنا نصليو عليه، انه كاع كيف كيف. ولو تدير ركعه ولا تقدر اكثر دير 4 دير 6 دير 8 دير 10 ولا تقدر صلي زوج، ولكن قرا شي سوره طويله طول، قرا مثلا حزب الركعه وحزب الركعه. متفقين الواش؟ متفقين؟ نتواعدوا على هالشي؟ ما تصلي ليش الوتر في الجامعة وتمشي تتفرج في التلفزيون؟ نو إلا صليت هنا يا زكعتين بنية القيام وصليت الوتر روح ديريكت للفراش راح تنعس. فمن السنة أن العبد إذا صلى العشاء وصلى الركعتين بنية القيام ووتر وما عنده حتى شي حاجة يمشي يا أخويا يشخر يمشي يعبد ربي العبادة الأخرى تاع النعاس، عبادة كبيرة المؤمن منين يروح ينعس بنية القيام لصلاة الصبح. ولا كان عين الخدمة عبادة الملائكة كل ما منين ينقلب يصليوا عليه ويستغفروا له. شو أما إذا كان عين بالخدمة من بات كالا من عمل يده بات مغفورا له كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما احنا الحمد لله راحنا غير مريحين ما كاين شي حاجه، انا غير مريح ياكلوا مريح ياكلوا مريح في الرغادي يوسع هالانتشار تاعي هذا والسلام. اذا كتب الله البقاء وقدر اللقاء سنتحدث عن النوع الرابع من المجاهده، فبعد قله الكلام وقلة المنام وقلة الطعام يأتي الصبر على أذى الأنام، وهو أعلى درجات مجاهدة النفس. ابن عمي يا ابن عمي يا ابن عمي يا ابن عمي بنادم عفريت، واحد يسبك واحد يهضر فيك واحد يأكلك، هل اللي يبغى طريق ربي؟ اللي بغى الطريق تاع ربي وبغى يسلك سلوك السالكين ها فين يبانوا الرجال؟ مع بنادم مع الانسان بيه تربح بيه تجيبها في الطبق، بنادم بيه تربح بيه تجيبها في الطبق، بيه تربح بيه تخسر. يجي واحد الوقيته ربي يقول لذوك العباد في عرصات يوم القيامه منين يدخلوا الناس للجنه والنار ويبقاو شي وحدين بزاف، يقول لهم سيدي ربي اصالحوا غير بيناتكم، انا راه حقوقكم اللي نسالكم راني سمحت لكم،
أغين توماس يجي واحد لوقيته يجي واحد لوقيته في يوم القيامة ناس دخلون الجنة ناس دخلون النار يبقوا شي واحدين شي قابل الآخر منها حساب معه سيد ربك يقول لهم يا وين أري الحقوق انت عاد خليت عليها شفت صالحوا غير انتم بنادم بنادم ربي سبحانه الذنب اللي بينك وبينه قادر مولانا يعفو لأن الله يعامل العباد بناء على مبدأ المسامحة ولكن حقوق العباد يا ابن عمي بنادم مش حير مبنية على المشاحة شي ما يسمع لشي لبين يهرب ولده والرجل يهدر بمرضه وصيدي ربي منين يتكلم على هذه الصورة انت عنا واحد يهرب منه ترتجف القلوب وتذوب الأكباد يمشي الرجل عند الزوج تقول كي كنت داير لك أنا يوم القيامة كي كنت معك في الدنيا كنت نعم الزوج آوى تعطيني حسنة في هذا اليوم الشديد هذا تقول له اسمح لي حتى لهذه لا أنا راني خايف الشيء اللي خايف منه أنت وأنت بعد تقدر تعطيني والو لبين يقول لولده يا ولد كي كنت نعم الأب نعم المربي نعم كذا وهل الحسنة اليوم أبو حتى لهذه والله ما تديها ماشي عاد ما تديها يفر يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شان يغني إذا سنتحدث عن هذا الموضوع إذا كتبت لي هذا الله يرحمه كذا كنت مع الصباح يعني في الجمعات تكلمت لكم على واحد الموضوع غادي نعود له اليوم إن شاء الله تعالى نجاوب هذا السيد هذا إن شاء الله تعالى لله يا رب الكريم نقرأ إن شاء الله هذا يا بسم الله قال لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال لك أنا محمد مقرش من مدينة الناظور أعمل في الميدان الإعلامي أنا صحفي بالجريدة الإلكترونية ريف سيتي نت في يوم 13 فبراير قمنا بتغطية حدث جاء عنوانه كالتالي العثور على رضيع حديث الولادة متخلى عنه بباب إحدى العمارات المعدة للكراء بالناظور عثر ظهيرة اليوم الاثنين 13 فبراير الجاري بزنقة كذا المتفرع عن شارع كذا غير بعيد عن محطة كذا على رضيع حديث الولادة تخلت عنه والدته بباب إحدى العمارات المخصصة للكراء وقد نقل الرضيع على بد سيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية إلى جناح الأطفال المتخلى عنهم بالمستشفى الحسني بالناظور في صحة جيدة وقد عثر على الرضيع أبو طفلة تتابع دراستها في روض الأطفال يوجد بذات العمارة حينما كان بصدد إيصال طفلته إلى فصلها وجدوه ملفوفا في كيس بلاستيكي ليقوم بعد ذلك بإخبار الشرطة التي حضرت على الفور إلى عين المكان ومعلوم أنها قد ارتكبت أي أفراد الشرطة ارتكبت خطأ فاذحا لما سمحوا بنقل الرضيع من مكان قبل حضور الشرطة العلمية هذه الأخيرة أمرتهم فورا بإعادته إلى مكانه قبل البدء في مباشرة عملها في مسرح الجريمة وحسب المعاينة الأولية تبين أن الطفل قد تم التخلي عن قبل مدة قصيرة من العثور عليه وبعد لفه بشكل جيد في الأثواب ودسه في كيس بلاستيكي حماية له من البرد القارس الذي يشهده الناظور هذه الأيام وهذه صورة الحدث كما يقول أتمنى منكم أن تعطينا في هذه الظاهرة التي أصبحت نخرج هذه الظاهرة أصبحت فعلاً مقلقة ومزعجة لمجتمعنا الإسلامي فسبحان الله
تحدث في الأمة من الأقضية بقدر ما تحدث من الفجور. انظروا الآن إلى معاني الأمومة كيف تحولت. الأم تلقي بوالدها، وانظروا الآن إلى معاني الأبوة كيف أصبحت، وانظروا الآن إلى معاني البنوة كيف تحولت. الحاصل أن قضية اللقطاء والرمي بالأولاد بعد الولادة ملفوفين في أثواب وبلاستيك عند أبواب الثانويات وفي الويدان، احنا عندنا مش دم مسائل كثيرة، لأن قضية النظر ماشي بحجوان، النظر يعني فيه شوية يعني محافظ، أما احنا وجدا هذه أصبحت تقض مضاجعنا. قلت هذه المسألة هي نتيجة عياذ بالله انتشار ظاهرة الزنا والعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، والذي تشجع عليه الكثير من وسائل الإعلام عبر المسلسلات والأفلام وعبر الإعلان الذي يظهر المرأة في صورة جسد عار يستغله التجار لإشاعة أي بضاعة في زمن يدعون الدفاع عن كرامة المرأة. هل من كرامة المرأة أن تصور المرأة فقط جسدا؟ أليست المرأة عقل فكر؟ أليست المرأة موقف؟ أليست المرأة فاعل حاضر في المجتمع بقوة؟ كيف ترضون أن تتحول المرأة إلى سلعة؟ لا شوزيفيكاسيون دو لاتر اما، تشييع المرأة، ملكة جمال. ما بقنا احنا يا غين تفوزنا في النرويج ملكة جمال النرويج في لندن، ولينا احنا يا كتفوزنا بناتنا ملكة جمال في كل الدنيا، تتعرى فينظر الناس إلى المغربية التي جاءت من مناطق محافظة. فانتشار الزنا ظاهرة عياذا بالله مقلقة، سودت وجوهنا وعسالت ماء الكرامة والحياة من وجوهنا، حتى يستحي المغرب إذا خرج خارج حدود بلاده إذا سئل عن الجنسية يستحي أن يقول أنا مغربي. انتشار زنا مؤخرا، فضيحة الخليجيين الثلاثة الذين ضبطوا في مراكش مع فتيات مغربيات، وهذا الظاهر والمستور وما خفي أعظم. في مراكش هذه البيوت التي تخصص ليست للدعارة دعارة النساء ولكن للدعارة مع الأطفال، أطفال بيضوفي. المغرب يصبح قبلة لتصريف الشهوة الحرام. المغرب يعتبر من البلدان التي تشيع عبر الانترنت ما يسمى بسيديهات البورنوغرافيا، كما فعل السرفاتي عليه لعنة الله البلجيكي، الذي قال عبر موقعه لما كان يعمل فعلته الشنعاء مع بناتنا: كنت أتمنى أن أتبول على خمار امرأة مسلمة وحققت هذه الرغبة في المغرب. تبول على خمار المرأة المسلمة، أين الغيرة؟ أين الغيرة؟ أين الغيرة؟ المغرب يصدر والعياذ بالله عبر عقود مزورة، يدير لك حلاقة ولا الفن، عقود فيها حلاقة، ما معنى حلاقة ولا الفن، فتصدر إلى لبنان وإلى سوريا وإلى بلاد الخليج، والمقصود معلوم: حلاقة ماذا وفن ماذا؟ بمجرد أن يصلوا إلى هنالك يصلنا إلى
يحجز منهم الجواز ويدفعن دفعا إلى الصناديق الليلية وإلى فنادق خمس نجوم لكي يتمتع الناظرون بعورات نسائنا وانتهاك أعراض بنات المغرب، مغرب يوسف بن التجفين، مغرب الرجال، مغرب الدفاع عن الأعراض. ويحك يا من لا يغار على عرضه، من لا يغار على عرضه لا يغار على ولد بلده ولا على دينه. فالذي لا يغار على عرضه ديوث، ومكتوب على باب الجنة الجنة لا يدخلها ديوث. نقول له قاعد ياثن احنا. إذا وصل الأمر إلى أنني توصلت بتنازل لأحد الشباب المتزوجين في كولوش حينما وجد رجلا مع زوجته فتنازل لها. هذه رجولة، هذا الأب الذي يقول لبنته دبري على الفلوس يا خلا دار لك ما تقلسيش أنا، دبري على فلوس كما هذو رجال، هذا دين، ما تدرليش عاد على الإعلام وعلى الدولة وعلى التجار تاع الجنس، هدر لي علينا احنا. هذا اللي كيخلي بنته كتمشي للثانوية عريانة لابسة الكولور وما تختارش حتى القانون الداخلي نتاع المدرسه وما تديش حتى هذا باين، هذه باين. نحن من يدفع بناتنا واولادنا الى هذا العار؟ كانت تغلب وهي قبيله يخشى منها، فكل قبيله اذا علمت ان تغلب ستهاجمها تخشى ان تنهزم فتقع البنات في ايدي تغلب فيقومون بدفنها خوفا من العار. احنا نزينوهم ونعطيهولهم، هما كانوا يدفنوهم خايفين من العار. ما اسمه العار؟ يديوهم يقتلوهم ويديوهم. البوسنيه كانت تقول فوق السرب، السرب راهم جايين لسربلينيتشا، قتلني عادوا قاتل حتى يقتلوك، لان لا قتلت قتلوك انا يا غادي يغتصبوني. في الصومال في الجوع من يدخلوا امريكا نزلت فتاه من دبابة أمريكية فقبل أن تطأ قدمها قتلوها، قالوا نجوع ولا نبيع العرض، نجوع ولا نبيع العرض. سمعتوا على ليبيا؟ سمعتوا على ليبيا؟ العبيدي، العبيدي أمين العبيدي التي اغتصبت، سمعتوها؟ سمعتوا اسمهم دارين عليها اليوم؟ امرأة واحدة اغتصبت فقامت ليبيا كلها كلها. فلما سمعت الليبيات على أن كتائب القذافي أعطي لهم الضوء الأخضر للدخول إلى البيوت واغتصاب النساء أذن لهم الرجال أن يهيموا في الأرض، وخرجوا من المدن ودخلوا إلى تونس حتى لا يسقطوا في يد الكتائب. إحنا اللي دايرة هكذا حالتنا؟ عندنا الزينة مسموح؟ فإذا زانت بناتنا وأولادنا اسم النتيجة تحمل، وإذا حملت واحدة من المسائل الثلاثة، إما أن تقوم بالقتل والإجهاض وهذا حرام وارتكاب جريمة أعظم من الزنا، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. في المغرب أعطتنا الإحصائية 600 كتقتل يوميا تاع الأولاد ديال الحرام، هذه اللي حسبوها 635، 635 طفل وطفلة تقتل في بطون الأمهات، أما الآخرين ما قدرناش عليهم. الحل الثاني أنها تترك حتى تلد، فإما أن يقبلها الآباء وتربيهم وتمشي تسجلهم، راهم يسجلهم اليوم ولا ما يسجلهم؟ يسجلهم ولا ما يسجلهم؟ القانون أعطى لهم الحق يمشيوا يسجلهم باسمية أمهاتهم. قال لي صاحبي اللي يخدم في المصلحه نتاع تسجيل هذ البنات والولاد، نقول لها هذ الثلاثه نتاع البنات، هذ البنت ديالش، هذه بنتي، وشكون باها؟ هذه باها واحد السيد، والاخرى لا هذه باها اخر، وهذه هذه باها اخر، ويسجلوهم الان ثلاثه كل واحد باها. اقسم بالله اذا الان تطبعنا مع الله. والثالثه أنها تخاف من العار وتلقيه في أكياس بلاستيكية. ماذا تلقي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، كما حدث لهذا، كهذه التي تلقي عياذا بالله هذه الأولاد. ومسألة اللقطاء
والولادات خارج إطار الزواج أمر مقلق في العالم. ففي 2007 لأول مرة وصل الولادات خارج إطار الزواج تعدى 51% لأول مرة في فرنسا. أما في بلاد ليكورس كورسيكا 80% من الولادات لا يعرفون أما ولا أبا. أتريدون أن يكون هؤلاء هم قدوتنا في الأسرة؟ هؤلاء أنريد أن نتبع هؤلاء الذين لا يعرفون أبدا معاني الأسرة ومعاني الأمومة؟ هما راهم يسكتلوا غير بوحدهم ويعيشوا غير بوحدهم، ما يتزوجوش ولا تزوجوا ما يعرف شي، شي ما يتلقى مع شي. واخا يتزوجوا هذه يمكن لها تمشي مع رجل والرجل المتزوج يمشي مع امرأة. شيوع العلاقات الجنسية، حرية حرية. ولذلك أنا كنحذر الناس منين يجوا عندنا السواح عندكم تمشيو معاهم، راه كلشي مرض بالسيدة، راه كلشي مرض بالسيدة يا وليدي. حذيو روحكم، ما غادي يجيبوها روحكم في الدنيا. ولذلك حينما كنت أتحدث عن أضرار الزنا قلت إن الزنا من آثاره أن يضيع إيمان العبد، فقد قال رسول الله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي لا يزني حتى يخرج منه الإيمان كما ينزع الرجل ثوبه، وهو خطر على العبادة. لأن رجلا في الحديث الصحيح صلى 60 عاما وعبد الله 60، فخرج حينما نزلت الماء من السماء واخضرت الأرض، فوجد امرأة فواقعها وكانت بيده كسلة، فجاءه ملك الموت ومر مسكين فتصدق ثم مات. قال رسول الله توضع عبادة 60 عاما في كفة وزني في كفة، فترجح بهم الزني على عبادة 60 عاما. صلي واللقس يهتز له عرش الرحمن. الأخلاق، من زنى زني به فهو دين. عندك وليداتك وعندك بناتك كما تدين تدان، عفوا تعف نساؤكم. عندك والعيال، هذيك اختك، هذيك امك، هذيك خالتك، كما قال الرسول لذلك الشاب كما تعرفون صلى الله عليه وسلم، هي والعياذ بالله تؤدي الى الفقر. قال رسول الله بشر الزاني بخراب بيته ولو بعد حين، في الآخرة غير تسكت. وجوه الزنات تشتعل نارا عند الموت عياذا بالله. فرك غادي يا الزاني، فرك غادي. ألا تستحي أن تموت بين فخذي امرأة كما مات شيخ في وجدة بين فخذي امرأة شابة، فلما رأت أن الشيخ مات بين فخذيها أغلقت الباب وأرسلت إلى الشرطة لكي يأتوا إليها وهي في حالة تلبس، لا ليعرفوا أنها متلبسة ولكن لكي تثبت أنه مات معها وهو يمارس، أي لم تقتله. سبحان الله سبحان الله، شو الفضاء شو الفضاء. ولذلك نحن مطالبون أن نصحح صورة المغاربة في هذه الحكومة الجديدة. عليها أن تدافع على أعراضنا، عليها أن تنتهج استراتيجية ومنهج جديد للدفاع عن حرمة بناتنا وأعراضنا. فإن المغرب التقارير كلها تقول إن الشهوة الحرام في المغرب تمر دون عقاب، وأيما متلبس يقبض عليه إلا ويخرج في اليوم الذي يقبض فيه. معناه أن القانون في المغرب يتساهل مع جريمة الزنا. نريد شو تفعيل القانون هذه الأولى. نريد إن شاء الله مقاربة شمولية، مقاربة دينية، مقاربة تربوية، مقاربة ثقافية، تقوم جميع هيئات المجتمع المدني بالدفاع عن أعراضنا. وش عيب الله يجيب لنا في التلفزيون فنان ويقول لهم هاشوا الشباب شوفوا يا التلاميذ شوفوا منين تمارسوا الجنس، يخصكم تديروا العازل الطب ويطردكم. زعما ما راهش يفوت، مش يقول له الزنا حرام. احنا رحنا عايشين في سكوتلندا ياك، احنا ماشي مغرب بلد مسلم يحرم الزنا ياك. نعالج عياذا بالله مرضا بمرض اخر، ديروا العازل ياك.
قال لك راهم موجودين يتباعوا ان شاء الله في كل مكان. هالشي اللي خصنا احنا، خصنا القمح، خصنا الزرع، خصنا الخبز، خصنا الحليب. هو قال لك ان شاء الله رحنا وجدنا لكم العوازل، الله يعزلكم على الله. عياذ بالله، ايش تقول لها المصيبة؟ وفي التلفزيون سيد اكسيون نجمعوا الفلوس لصحاب السيدة، وكي نديروا نعالجوا قضية السيدة قال لك يا سيدي خصكم تحططوا منين تمشوا وتبشروا العملية الجنسية. ياك ياك، هذا هو اللي كتقولوا لنا في التلفزيون اللي رحلك نخلصوا بفلوسنا؟ ياك بغيتهم كاع يمشوا لجهنم ياك. ولذلك نقول أين العلماء ليرفع عنا العار؟ لماذا لا ترسل العلماء رسالة إلى الجهات المختصة، إلى المسؤولين، إلى الحكومات، إلى وزارة التنمية، وزارة المرأة، وزارة الدار؟ ما يعيش ما يقولش فرم العلماء. لماذا لا نسمع لهم صوتا كما قال خطيبنا قبيلة في البربرة؟ أين علماؤنا في هذه الكوارث؟ لماذا لا يسمع للعلم كلمة؟ أين بيانات التي تبين حكم الله فيما نرى ونسمع؟ لماذا يدخلون جحورهم؟ متى يخرجون من جحورهم؟ العلماء متى يخرجون من جحورهم؟ علاش لازم الصمت في القضايا الخطيرة المصيرية نتاع الأمة؟ الزينة يهدم الأمة هدما، الزينة يشتت العائلات، الزينة جالب لكل خطر. قال رسول الله إذا ظهر الربا والزينة في قوم فقد أحلوا عقاب الله عليهم. وكثرت اللقطة هو دليل قربة سيد ربي الكتب، إلى أكثر اللقطة ربي الكتب. فرم العلماء، فرم الجمعية النسوانية التي تدعي أن تغار وتدافع عن النساء. أترضين يا المنتميات للجمعيات النسوانية أن تكون حالة بناتنا على هذه الحالة؟ ما بغيتوش، غضبتوا وزعفتوا ودرتوني بيانات وجريتوا أمور العالم اللي فتا قال لك أودي الصبية الصغيرة يمكن أن تزوج بناء على واحد 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 الرأي فقهي يلزمه هو براسه. اتفقنا معه ولا ما اتفقناش؟ نضتو ودرتو تبارك الله وزقيتو غرتو على البنية الصغيرة باش ما تزوجش. ايوا البنية الصغيرة اللي راه تحمل، ما تغيروش على البنية اللي مولا 12 عام اللي تحمل في الحرام، منعتوها من حقها من الزواج 14 عام 15 عام. وراش قلت لكم عليها منين تحمل خالي؟ ما نسمعوكمش قاعد الهضره، لا نسمعوا منكم همسا ولا ركزا. فركوا هذه الجمعيات النسوانيه، والله ما تبغي الخير للنساء. لو كنت تبغي الخير للنساء ما تبغيهمش يمشيوا لجهنم. ولكن انتم تعرفوا جهنم؟ انتم تخدموا باش تبعدوا على جهنم انتم؟ ولا الاسلام غير انا مسلمه؟ ها مرجعيه الاسلام التي تحارب عرفتوها؟ ولا اسمها هي هي اللي تبغي الكرامه للمراه، تبغي الكرامة لبناتنا لنسائنا، يعيشوا عفيفات طيبات طاهرات حتى يتم زفافهن إلى من يكون أهلا لهذا الأمر. إذا فرم جمعيات النسوانية، فرم جمعيات المجتمع المدني، فهذه إذن كلمة موجهة للحكومة، للعلماء، لشبابنا، لجمعيات المجتمع المدني، أن نتعاون بطريقة تشاركية كما ينص الدستور على ذلك لغسل العار الذي أصابنا من جراء سوداوية الصورة المرسومة في المغرب حول قضية الانحراف والممارسات الجنسية الحرام التي عمت في البر والبحر وحتى في الجو. صلى الله عليه وسلم.